قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها ما تزال بحاجة إلى 15 مليون و900 ألف دولار أمريكي لبرنامج المساعدات النقدية في الأردن. وأضافت المفوضية في تقرير لها أن العديد من العائلات اللاجئة بحاجة إلى مساعدات نقدية لتغطية احتياجاتهم الأساسية في الأردن، وضربت مثالا لأسرة سورية تواجه خطر الإخلاء من منزلها لعدم قدرتها على دفع الإيجار في منطقة الزرقاء. إلى ذلك كانت مفوضية شؤون اللاجئين قد أشارت إلى أن 4335 لاجئا سوريا غادر الأردن منذ بداية عام 2024 لإعادة توطينهم في بلدان ثالثة. هذا وتقول المفوضية إنها تعطي أولوية الاختيار للاجئين الأكثر عرضة للخطر، وتقيم أهليتهم لإعادة توطينهم قبل تقديم توصياتها إلى الدول المستقبلة. من عمان تنضم إلينا مراسلتنا بديعة الصوان. مرحبا بك بديعة معنا. بديعة، حدثينا أكثر عن تفاصيل ما جاءت به المفوضية وطلباتها. نعم كاترين، بالفعل طالبت المفوضية ب 15 مليون دولار أمريكي حتى تتمكن من تقديم المساعدات النقدية للاجئين السوريين في الأردن. قالت المفوضية بأنها تعمل على جلب الدعم للاجئين السوريين لا سيما من دول الخليج، وقالت أيضا بأنها حصلت على دعم جيد من بريطانيا. في الوقت ذاته تحدثت واستشهدت بمثال لعائلة أو لأسرة لاجئة في الأردن بأنها مهددة بالإخلاء نتيجة تخلفها عن سداد إيجار المنازل، وقالت بأن معدل ما يحصل عليه اللاجئين في اليوم الواحد 4 دنانير أردنية. هذا المبلغ يشكل مبلغا قليلا لا يكاد يؤمن للاجئين مستلزماتهم لليوم الواحد، فهي بالتالي هذا الأمر دفعها أيضا قبل يوم واحد بتوجيه نداءات إلى الجهات المانحة لتمويلها أو لتزويدها بدعم مادي عاجل لثلاثة مجالات. تقول بأن هذه المجالات مهددة بالخطر ومتمثلة في الرعاية الصحية والإسكان وأيضا الخدمات الأساسية. قالت بأنها بحاجة إلى 34 مليون دولار أمريكي حتى تستطيع تقديم خدمات الرعاية الصحية للاجئين المتواجدين في الأراضي الأردنية، وقالت بأن بعض اللاجئين لا يملكون حتى وسائل النقل لنقلهم إلى الرعاية إلى أماكن الرعاية الصحية، بالتالي هم لا يذهبون إلى المراكز الصحية إلا في الحالات التي تشكل خطرا على حياتهم. أما فيما يتعلق بالإسكان، قالت بأنها تحتاج إلى 33 مليون دولار أمريكي حتى تستطيع تقديم مساعدات للاجئين فيما يتعلق بالإسكان، وخاصة بأن الكثير من العائلات اللاجئة سواء خاصة في المخيمات قالت بأنهم يعانون من إشكاليات فيما يتعلق بالكرفانات والأماكن التي يسكنون بها. فيما يتعلق بالرعاية الأساسية أو الخدمات الإنسانية، قالت بأنها بحاجة إلى 139 مليون دولار أمريكي حتى أيضا تستطيع أن تقدم المساعدات النقدية للاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية. في الإجمال المفوضية قالت بأن 94% من اللاجئين قالوا بأنهم يستفيدون من المساعدات النقدية التي كانت تقدمها لهم المفوضية، بالرغم من أن الأرقام لا تعتبر كبيرة ولا تعتبر أرقاما جيدة بالنسبة للاجئين في الأردن، إلا أن هذه المبالغ قد تسد رمق بعض العائلات اللاجئة. كنا في وقت سابق أعددنا تقرير حول انعدام الأمن الغذائي للاجئين، وهو ما تحدث به برنامج الأغذية العالمي الذي حذر بأن نسب انعدام الأمن الغذائي لدى اللاجئين في الأردن في ارتفاع، وخاصة اللاجئين السوريين. بعض العائلات لا تكاد تؤمن قوت يومها، وبعض العائلات لا تستطيع تأمين الخبز في اليوم الواحد، فبالتالي اليوم مستوى انعدام الأمن الغذائي وتردي الأوضاع الاقتصادية وضعف التمويل نتيجة تغير أولويات الجهات المانحة دفع الكثير من العائلات اللاجئة إلى العديد من الاستراتيجيات الضارة والتي تحدث عنها برنامج الأغذية العالمي، وأيضا تحدث عنها برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البيان الذي أشرت له. قالت بأن بعض العائلات باتت تقلص من عدد وجبات الغذاء التي تتناولها في اليوم الواحد، هنالك تغيير كبير فيما يتعلق بالعادات الغذائية التي ينتهجها اللاجئين في الأردن. كذلك الأمر كان هنالك العديد من الظواهر التي نتجت عن تقليص المساعدات.
المساعدات وغيابها عن اللاجئين، وتتمثل في زيادة نسب الأطفال، نسب عمالة الأطفال في الأردن، خاصة فيما يتعلق باللاجئين السوريين، إذ قال برنامج الأغذية العالمي بأن هنالك زيادة 6 أضعاف للاجئين في الأردن فيما يتعلق بعمالة الأطفال، أيضا زواج القاصرات، وأيضا كان هنالك ما يسمى بالتكيف السلبي، إذ تلجأ بعض العائلات اللاجئة إلى الاقتراض، وهذا يتمثل بأنها تقوم بالاستدانة حتى تستطيع أن تؤمن حاجاتها الأساسية. الأسرة الواحدة من اللاجئين السوريين الذين يعيشون خارج مخيمات اللجوء عليهم ما يقارب بمتوسط الديون التي تكون عليهم ما يقارب 1330 دينار أردني، في حين يصل متوسط الديون على العائلات اللاجئة المتواجدة داخل مخيمات اللجوء ما يقارب 1000 دينار أردني. هذا فيما يتعلق بالنداء الذي وجهته المفوضية، وذلك يكون نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية للاجئين السوريين في الأردن. بديعة، يعني عن أن نتحدث عن تقليل المفوضية للمساعدات، حدثينا عن انعكاس هذا التقليل على الأهالي بشكل عام، تحدثتي عن عمالة الأطفال وأيضا عن اقتراض بعض الأهالي للمال، حدثينا أكثر عن تفاصيل حياتهم اليومية. نعم كاترين، مثلما تحدثت بأن اللاجئين لا يكادون يؤمنون مستلزماتهم في اليوم الواحد، متوسط ما يحصل عليه اللاجئ في اليوم الواحد 4 دنانير، هذا المبلغ في الأردن لا يكاد يؤمن لهم غذاء وجبة واحدة في اليوم، هذا الأمر ربما دفعهم إلى تقليص عدد وجبات الغذاء الذي يتناولونها في اليوم الواحد. هنالك أيضا ظاهرة التسرب من المدارس، باتوا العائلات تلجأ إلى أنها تجعل أطفالها يتركون المدارس ويتوجهون إلى العمالة، هذا الأمر بطبيعة الحال حينما نتحدث عن العمالة كاترين نتحدث عن أن الذين يعملون هم دون السن القانوني وفق القانون العمل الأردني، نتحدث عنه أنهم أقل من 18 عاما، بالتالي لك أن تتخيلي وجود هؤلاء الأطفال في بيئة عمل ربما غير مناسبة حتى للكبار، خاصة في المزارع يتعرضون في بعض الأحيان إلى الضرب، وبعض الأحيان إلى الضرب، وبعض الأحيان إلى يعني يحصلون على أجرة قليلة جدا وساعات عمل طويلة جدا. شكرا جزيلا لك مراسلتنا من عمان بديع الصوان. المهجر انتهى، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.